السلام عليكم، عندنا درس النهاردة اسمه العشرات الكاملة. معانا كده أصدقائي، لاحظ الشكل وأكمل. عندنا دلوقتي الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دوت يا أصدقائي، مربع أو مستطيل وجواه دوائر، وكل دايرة جواها رقم 10 زي ما احنا قدامنا دلوقتي. عايزين دلوقتي يا أصدقاء في الشكلين اللي قدامنا نعد الدوائر. يلا نعد مع بعض، 1 2 3 4 5. يبقى احنا عندنا 5 دوائر. وفي الشكل التاني يا أصدقائي، 1 2 3 4 زائد 4 دوائر في الشكل التاني، يبقى مجموع يا أصدقاء الشكلين 5 دوائر زائد 4 دوائر هيساوي 9 دوائر. طب يا أصدقائي، احنا قلنا ان كل دايرة جواها رقم 10، يبقى احنا عندنا في الشكل الاولاني في كم 10؟ 10 في 5 عشرات. ال5 عشرات يعملوا كام؟ 10 20 30 40 50. يبقى احنا عندنا اول شكل فيه 50 زائد تاني شكل 10 20 30 40 زائد 40 بيساوي كام؟ بيساوي 90. يبقى 50 زائد 40 بيساوي 90. شاطرين جدا. طب يا أصدقائي، يبقى 5 عشرات زائد 4 عشرات بيساوي كام؟ 9 عشرات. احنا قلنا 5 عشرات زائد 4 عشرات عطاني 9 عشرات، اللي هو 50 زائد 40 بيساوي 90. فهمنا كده مع بعض؟ يلا بينا مع مسابقة الديك النشيط، كله يجهز نفسه يا أصدقائي ويستعد للمسابقة. يلا بينا. أكمل بالترتيب التصاعدي والتنازلي. عندنا يا أصدقائي 10 20 30 ونقط، وعندنا 90 80 ونقط و10. لو بصينا وركزنا مع بعض يا أصدقائي للشكلين اللي قدامنا، عندنا خانات مليانة وخانات فاضية. عايزين يا أصدقائي هنا 10 20 30، ده بيزيد ولا بيقل يا أصدقائي؟ صح فعلا، 10 بعديها 20 بعديها 30، يعني بيزيد. يبقى ده ترتيب ايه يا أصدقائي؟ تصاعدي، من الصغير للكبير. يبقى يلا يا أصدقائي، عايزين نرتب أول شكل مع بعض، 10 20 30، بعد ال30 كام؟ ممتاز، 40. يلا حد يقول لي بعد ال40 ايه؟ رائع، 50. بعد ال50 ايه؟ ايوة سامعة، 60. بعد ال60 ممتاز، 70. بعد ال70 متميزين جدا، 80. بعد ال80 كام؟ فعلا 90. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب يا أصدقائي، ننزل على الشكل اللي تحتيه. عندنا برضو خانات فاضية وخانات مليانة. نبدأ مع بعض، عايزين نشوف هو ترتيب تصاعدي ولا ترتيب تنازلي. أول رقم عندنا من اليمين 90، بعد كده 80، خانات فاضية، بعد كده 10. نلاحظ يا أصدقائي، 90 بعدين 80، هي بتقل ولا بتزيد؟ فعلا بتقل. يبقى يا أصدقائي، لما الترتيب بتاعي يقل يبقى من الكبير للصغير، يبقى ترتيب ايه؟ ممتاز ممتاز ممتاز، يبقى ترتيب تنازلي، من الكبير للصغير. يلا يا أصدقائي بقى، نكمل الترتيب بتاعنا.
90 80 بعد التمانين رائع 70 بعد السبعين فعلا 60 بعديها 50 ممتاز بعد الخمسين 40 بعد الأربعين فعلا 30 بعد التلاتين 20 بعد الـ20 10 يبقى فعلا احنا كده ماشيين صح يا اصدقائي، بدأنا بالـ90 ونهينا بالـ10. ممتاز 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 جدا يا اصدقائي، مسافة كبيرة ليكم يا اصدقائي على اجابتكم الممتازة. وبكده يا اصدقائي نكون انتهينا من شرح درسنا النهاردة العشرات الكاملة، مع الوعد بدروس اخرى ان شاء الله، مع نفهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.